يا مساء الخير والعسل الابيض على كل الناس الحلوه اللي بتشوفنا النهارده اول يوم في الاسبوع وحلقه جديده من عسل ابيض. ويا مساء العسل الابيض عليك يا سارة. يا سلام دي تيجي يا سلام مساء العسل الابيض عليك يا نرمين طبعا ومساء العسل الابيض على كل اصحابنا وحبايبنا اللي دايما بيتابعونا في برنامج عسل ابيض. النهارده حلقه جديده مختلفه ومتنوعه في فقراتها. طيب هنبدا بقى معاكم معلش كده بوجع القلب. طبعا وجع القلب بيكون اما في التعليم اما في الصحه. النهارده الحقيقه هيكون وجع القلب في التعليم. متهيألي مفيش وجع اكتر من التعليم. هنعرض دلوقتي عليكم رسالة هنا طارق. هنا طارق هي طالبة بتعرض رسالة وبتقدم رسالة لوزير التربية والتعليم. البنت دي على فكرة مؤدبة جدا ومحترمة جدا وروحها كمان خفيفة جدا، وهي بتكلم وزير التعليم وبتقول له أنا حاسة بالإهانة وعايزة حقي. تعالوا نشوف هي عايزة إيه وإيه حقها ونرجع نتكلم على اللي هنشوفه دلوقتي. أنا دخلت اللجنة خلاص قعدت بعدها ناتوا على اسمي ودونا فصل تاني. بعد كده قلنا سألنا في ايه اللي بيحصل، قالوا لنا مش هنمتحن. قلنا لهم ليه؟ قالوا لنا ان انتوا مش دافعين المصاريف. بعدها الامتحانين طلعوا علينا كده وانا عايزه كده حقي وانا واصحابي. ودخلنا اللجنة وكمان كنا عمالين نعيط اول ما دخلنا ما دخلناش اللجنه وامتحانين طلعوا عليا. انا كده عايزه اخد حق منين؟ حاجة توجع القلب والله جدا وحقيقي. يعني التعليم مش حاجة ترفيهية يا جماعة، ده حاجة أساسية ما ينفعش نستغنى عنها حتى لو الأب والأم معهمش فلوس. ادفعوا أنتوا على فكرة، يعني الإنسانية بتقول ادفع أنت، طب شارك أنت وأصحابك بس تخش الامتحان وبعد كده يجي الحل بعدين. هنا خرجوها من الامتحان علشان ما دفعتش المصاريف، عشان اهلها بقى مش قادرين يدفعوا، مش عارفين لاي سبب ما. يعني رغم انه في قرار على فكره من وزير التربيه والتعليم بيمنع الربط ما بين دفع المصاريف وبين دخول الامتحانات. عشان كده اول ما الفيديو انتشر على السوشيال ميديا اتدخل على طول الاستاذ احمد خيري المتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم على طول وحل مشكله هنا، ودخلت الامتحان هنا والحمد لله امتحنت وكله بقى تمام. طبعا كل الشكر والتقدير لوزاره التربيه والتعليم وطبعا المتحدث الاعلامي استاذ احمد خيري. ويمكن دي حاجة بجد مش جديدة، من ساعة ما هو تولى هذا المنصب هو على طول بيشوف ايه المشاكل وبيروح متدخل على طول وينهي المشكلة دي. لكن عايز اقول ان هنا الحقيقة في زيها كتير جدا، في مدارس كتير الحقيقة جدا رفضت ان هي تدخل الطلاب الامتحانات علشان ما دفعوش المصاريف. يمكن زي ما سارة قالت ان في ناس كتير على فكرة معهاش مقدرة مادية لكن هم ليهم حق على فكرة ان هم يتعلموا. هنا قدرت توصل صوتها ويمكن الوزارة سمعته، بس يا سيادة الوزير في كتير جدا 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 مش قادرين الحقيقه يوصلوا صوتهم. لو سمحت عايزين يبقى في تفعيل بقى لقرارات بمنع الربط ما بين دفع المصاريف وما بين ان هم يدخلوا الامتحانات. دي حاجه ودي حاجه، مش معنى ان انا معيش فلوس يبقى انا ماليش حق في التعليم. لاي مواطن مصري له حق ان هو يتعلم كويس جدا. طيب خلينا نتكلم في حاجه ثانيه. ويمكن فاكرين الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا عن موضوع البسكوت المنتهي الصلاحيه اللي بتباع في الشوارع ومحطوط عليه اسم الشركه المصريه السوريه للصناعات الغذائيه. وانا يمكن يومها او ساعتها طلعت قلت لو الكلام ده غلط انا هطلع يا جماعه وهعتذر واقول ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. البسكوت ده زي ما انا قلت كان اتسبب في حالات تسمم لكتير من الاطفال في مستشفيات حلوان وكمان دار السلام. الحقيقه جالنا رد من الشركه نفسها بتقول فيه ان منتج الشركه من البسكوت ده سليم جدا وان الشركه الحقيقه مرخصه وبتخضع كمان لرقابه الجهات الرسميه لسلامه الغذاء. والشركه كمان قالت في ردها اللي معروض على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي ان هي تدعو كاميرا البرنامج عسل ابيض ان هي تزور المصنع ده في مدينه السادات، وان الشركه ما وصلهاش اي شكوى من اي عميل من منتجها. طبعا انا بقدم كل الشكر للشركه المصريه السوريه على الرد السريع ده. ويمكن زي ما قلت لكم في البدايه ده اللي انا قلته في الحلقه ساعتها ان الشكاوي اللي جات لنا الحقيقه من مستشفيات ده كان بسبب عبوات بسكوت بتتباع في الشوارع وكمان في محطات المترو والاتوبيسات ومكتوب عليها اسم الشركه. ممكن تكون الله اعلم طبعا يكون اسم مسروق او الله اعلم. ويمكن احنا طالبنا يومها الشركه ان هي ترد علينا. هل العبوات دي هي بتبيعها ولا في حد فعلا بيستغل اسم الشركه وبينزل منتجاتها منتهيه الصلاحيه؟
انا وعايزه تقولي حاجه؟ لا بعدين بعد ما تخلص. طيب كمان احنا هنلبي كمان ان شاء الله دعوه الشركه، وهنبعت كاميرا عسل ابيض ان هي تزور مصنعها في مدينه السادات. بجد مره ثانيه شكرا لهذه الشركه المحترمه. طبعا طبعا. انا بس عايزه اضيف حاجه، ارجع بس للتلميذه هنا طارق اللي احنا شفنا الفيديو بتاعها واللي هي منعوها ان هي تدخل الامتحانات عشان اهلها ما دفعوش المصاريف. احب اقول لكم بس حاجه صغيره، انه اهلها ما دفعوش مصاريف الترم الثاني، مش الترم اللي هي بتمتحنه، يعني مش الترم الاول اللي هي اساسا داخله تمتحن فيه عشان تنتقل بعد كده للترم الثاني. للاسف الشديد يعني قسوه ما بعدها قسوه بصراحه، يعني ان هم يمنعوا طفله انها تخش الامتحانات عشان ما دفعتش فلوس الترم الثاني. طب ده انا كنت بقول انه حتى لو كان الترم الاولاني وما دفعتش، بالانسانيه ندخلها وبعدين نتفاهم مع الاهل او نجمع وندخل بنت. فانتوا كمان تتكلموا في الترم الثاني، منتهى القسوه بجد. طيب هنشوف ايه معاكي؟ قبل ما نختم طبعا هنشوف مع بعض تقرير عن معرض فني اتعمل في قاعه الفنون بجريده الاهرام، اتبرع فيه اكتر من فنان، اكتر من 100 فنان تشكيلي بثمن لوحاتهم لصالح اطفال مرضى السرطان. تعالوا نشوف التقرير بعد الفاصل على طول. هنتعرف على ايه ايمن وهي بطله مصر في السباحه، وهي السباحه البارلمانيه. استنوا بعد الفصل البارلمبيه، معلش كتير بيقولي في الاربس بارلمبيه. هنشوفها ونرجع مره ثانيه. تحت عنوان معرض أبطال 57-357 افتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين معرضا فنيا لأطفال مستشفى 57-357، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة. فكرة جات لي ما رحت زرت ورشة العلاج بالفن في مستشفى 57، لقيت أعمال كبيرة جدا للولاد، أعمال كتير وشغل حلو قوي، بس مش عارضينه، يعني هو بس مقتصر على الورشة فقط لا غير. فاتكلمت مع المسؤولين هناك، قلت لهم طب انتوا ليه مش بتعرضوا اعمال الولاد وكده؟ فقالوا صعبه فكره المعارض، ويعني صعبه بالنسبه لهم ومكلفه وكده. فاتقابلت مع الاستاذه اماني زهران هنا صاحبه، يعني هي مديره قاعه الفنون هنا في مؤسسه الاهرام، وعرضت الفكره على مجلس الاداره، وافقوا ان هم يدونا قاعه يعني يوفروها لنا لان احنا نعرض فيها الاعمال. سعيده جدا 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 ان انا النهارده شاركت في المعرض من التنظيم، وانا كنت الحمد لله حلقه وصل جميلة بين أستاذة منى العوادلي ودكتورة أماني زهران، لأن هما النهاردة قرروا أن الفن زي لازم هو زي ورشة العلاج بالفن، أن الفن برضو ممكن يساهم في علاج ناس كتير جدا. شارك بالمعرض عدد من فناني وفنانات أعلام الحركة الفنية المصرية بهدف تبرعهم بلوحاتهم للمعرض، على أن يكون عائد ربح اللوحات بالكامل لصالح المستشفى. عرفت الورشة بالصدفة عن أصحابي، كان بيحكي عنها وكده، وأنا حبيت أروح المكان ده، ولما رحته عجبت بيه جدا، لقيتهم بيطلعوا من جوانا عن الفن وفيها كمية راحة نفسية، وكل ده ارتحتي بقى في الورشة وحبيتها جدا. دي أقل حاجة الواحد يقدمها للأطفال، لأن عاوز أقول لهم أنا معاكم، فرجعت لهم بالطفولة في الرسم، على أن يا ريت يعني المدرسة أو المدرسين اللي بيعلموهم يرجعوا للفن ده، فن القص ولزق أو الكولاج. دخلت ورشة العلاج بالفن، كنت داخل عشان في 57 رسمت اللوحة ديت. كنت أنا بحب الرسم أصلا من صغير جدا، بس لما دخلت يعني شفت حاجات أطفال بيعملوها كتير قوي، لا رسمت وكملت، وعرفت بعديها بعد اللوحة تروح المعرض النهاردة، فانبسطت قوي. أنا بالنسبة لي حس إن أنا ده عمل فني ليا، وحس إنها حاجة حلوة بالنسبة لي إن أنا أتبرع للمرضى. المعرض سيستمر لمدة 5 أيام لاستقبال المهتمين باقتناء اللوحات الفنية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية.